النمرة الإخوان 1700 درهم. هادو البيبة اللي بغا شي حاجة في الكتالوج كاينة. المحل ديالو في الشوكة هو هاد الساس هذا اللي في الشوكة. السلام الإخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله تعالى الإخوان غادي نعرضو عليكم بزاف تاع الأبواب التركية وغادي نقربوكم من الأثمنة. بالنسبة لهذا الإخوان تيجي 2900 درهم كما شفتو. كاين هاد الشكل هذا، كاين ستوك بزاف، كاين الكونتيتي 2900 درهم الاخوان الشكل اللي بغيتي. كاينين شي اخوان تيجري لهم شي اثمنه كبار، وانا غادي نوريكم بزاف الشانتيوات وراه كاع 2900 درهم. 2800 هذا هو الثمن ديالهم الاخوان كما شفتو بالكادر ديالو. كما شفتوا الاخوان كاين هذا الشكل هذا كيف قلت لكم 2900 درهم. غادي نوريكم بزاف د الموديلات، كل موديل الثمن ديالو غادي نقولوا عليكم. كاين هذا الشكل هذا كما شفتوا 2900 درهم. كاين هذا الشكل هذا الاخوان كاين هاد الشكل هذا 2900 درهم الاخوان. كاين هاد الشكل هذا وكاين ستوك زايد، ماشي هاد الشكل اللي كاين 2900. كاع هاد الموديلات اللي هنا كاين هاد الشكل هذا. كاع هادو 2900 درهم ثمن واحد. غادي نبارطاجيو معكم البيبان البيوت 2900. كاين هاد الشكل هذا واش هذا بحال هذا في الثمن؟ هذا 1500. هذا 1500 تاع الباب؟ لا تاع انت عند زكريا تاع الدار ماشي باب 3000. هما هادو. يا سيدي السلام عليكم. اييه هذا 2500 ياك؟ 1500. 1500 درهم. 1500 درهم. البيبان تاعو البيو تاعو. البيو تاعو. صافا هذا 2900. اخر ثمن 2700. 2700 درهم هادو كاملين. انت كدير الفيديو الحقيقي 2700 كاملين بحال بحال. حنا غادي نديرو لك اشعار باش الناس يجيو عندك. مرحبا. راه جيت من عندك داك الباب اللي جا تاع داك السي محمد واحد السيد يلاه فين يتلي واحد الطارو. السي محمد راجل كبير عنده واحد السيد سيد يلاه تاع واحد ركبته في بارطمان تاعو الشعبي اللي في المحاميد عين الراحة. أييه هادو قلت 2700 ثمن زوين زوين ماشي زعما لا عندك الثمن زوين والله. لا لا داكشي علاش شتي يكون ما عندكش الثمن زوين ما نصورش انا. انا شتي انا شتي انا يكون ما عرفت اش كتقول ما نقولش حيت انا هاد البارتنا هاد البارتنات هادو شرينا لهم البيبان ب 4500 التركاب ديالهم. ايه ما نقولكش 4500 راه بزاف. لا لا عندك الثمن زوين كما شفت الاخوان
وتا الديكورات الشكل لي مزيانين. كيفاش تا الخوت راه 2700 درهم، وبالنسبه لهاد البيبان تاع البيوت و داك الشيء راه 1500 درهم. كاين ستوك بزاف تبارك الله، السلعه موجوده. هذا الشيء اللي كاين كما شفت الاخوان، غادي نوريكم بزاف التشكيلات. وكاين الكتالوج، كاينين البيبان هنا الاخوان بزاف، كاين ستوك وكاين الكتالوج الشكل اللي بغيتي في الكتالوج كاين موجود. غادي نوريكم الناتو، نشوفوا هذاك الكتالوج هادو البيبان اللي بغا شي حاجه في الكتالوج كاينه، كاع الشونتيوات كاينين ياك. هذا مضاد للعافيه، هو هذاك ليك هذاك الصغير. كيما شفتو هنا الشونتيوات بزاف الاخوان، الشونتيو اللي بغيتي كاين. كاينين الشكيلات لهم مبارك، الشكل هنا كاع عندك هاد الشكل. هو اللي هو فين كاين، هذا هو اي موديل كاين. راه درنا سميتو مع الشركة ديالنا، مع الشركة ديالهم. هاد السيد وسنينا الكونترا. ما نوقفوش، ما تحسنا السلعة. هاد الشيء اللي. وما نشري من عند شي واحد آخر. لا عندك ستوك تبارك الله. هنا ضد العافية. أنتم الإخوان. راه كاين ها هو ذاك الباب اللي هذا دابا، هذا دابا اللي صورتي ها هو. غادي تشوف. ذاك الكحل، الكحل ها هو. ايه كاين هذا الاخوان مضاد للعافيه، مضاد لكلش. وبالنسبه للنمراج ياك الناس كيصوبوا العود ماشي النمراج ياك اللي بغى يدور لك يجي عندك. ايه ما حافظهاش شي حافظها 06 41 41 52 83 83 صفر زيد 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 الاخرى 06 61 36 96 04 صافي. هادي هي النمرة تاع السيد السي راشد، هادي هي النمرة تاعو الاخوان. شركة زهر، شركة راه عندهم البيبان كثار. السمية ديال الشركة غنعيط لكم الطريق باش اللي كان جاي منها سميتو، إلا كنتي جاي من دوار العسكر إلا كنتي جاي من دوار العسكر المسيرة على حيط المطار الإخوان طريق المحاميد هاهي. المحل ديالو في الشوكة، هو هاد الساس هذا اللي في الشوكة راه هو المحل. غادي تلقى هنا الأبواب. النمرة الإخوان 1700 درهم، تمن مليح. يلا الإخوان فين ما كانت شي حاجة مناسبة تمن مناسب غنبارطاجيها معاكم. كي تجي مع المطار الا كنتي جاي مسيره وداك الشيء غيبان لك ديريكت البانو ديالو هنايا، الا كنتي جاي من المحامين على حيط المطار المحل هو هذا اللي في الشوكه. وانتم الاخوان على الباب ها هو قدام طباعه الناصر. اييه المهم الاخوان كما شفتو هاد السيدة تيدير ادمينة زوينة ومناسبة،
كل شيء ورينا عليكم. يلا تهلاو.